من دبي معي سوزان ابو عز الدين اخصائيه تغذيه. مساء الخير، اهلا بك معنا. اذا ملايين البشر يعانون اما سوء التغذيه او السمنه، سوء التغذيه ما يؤدي الى الهزله، ايهما اخطر؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. بدايه مثل ما ذكرتي فعلا سوء التغذيه ببين على شكلين، انما بيكون عنا نقص بالتغذيه وهي حاله بصير للجسم لما نحن نحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن، او الحاله الثانيه انه التغذيه المفرطه بتجي نتيجه يا المبالغه في الاكل او تناول ماكولات كثير دسمه، وللاسف الحالتين هن كثير خطرين على الصحه. هلا التغذيه المفرطه او الوزن الزائد كثير عم بياثر على الصحه وعم بيؤدي الى امراض كثيره مثل امراض القلب، الكوليسترول، ضغط الدم، السكري. اما النقص بالتغذيه بيؤدي لكثير مشاكل صحيه، بصير نحن عندنا جسم ما بيمتص الفيتامينات ومعادن، وكمان بينتج عنا امراض. هلا المهم نقوله انه لازم نبلش نعمل توعيه منشان التغذيه السليمه، وهي بتبلش منذ الصغر. فنحن كثير مهم انه نعود اطفالنا انه ناكل بطريقه صحيه، نبعد قدر المستطاع عن المأكولات الدسمه، المأكولات اللي بتحتوي على كميات كثير كبيره من الملح او السكر، ونركز اكثر على الاكل الصحي المطبوخ بالبيت، نركز انه ناخذ كثير خضروات وفواكه، ونبعد عن الاكل المعلب والمواد اللي بنزاد له مواد حافظه، لانه الحالتين من سوء تغذيه هن كثير خطرين على الصحه بشكل عام. ونحن كاخصائيه تغذيه على طول بنقول انه لازم الشخص يحصل على كل العناصر الغذائيه الموجوده بالهرم الغذائي، البروتينات كانوا من الاسماك او الدجاج او الالبان، الخضروات والفواكه والزيوت والزيوت الصحيه. عن أي وزن نتحدث هنا؟ متى نطلق على هذا الشخص سمين ومتى نطلق عليه بالهزيل؟ عن أي وزن نتحدث؟ وإلى أي درجة متى نتحدث؟ عفوا بس الشق الآخر، متى نتحدث عن التغذية؟ يعني كمان الوزن المقبول لا يرتبط بأنه هو صحي. تفضلي. فهلا نحن كاخصائيين تغذيه بنقوم بنقيم شيء اسمه البي ام اي اللي هو مؤشر كتله الجسم، مؤشر كتله الصحه. لما الرقم يطلع عنا بين ال 18 وال 25 يعني هذا الشخص وزنه مناسب لطوله لعمره، لما هذا الرقم بيطلع فوق ال 25 لحديد 30 يعني عنا زياده وزن، اما فوق 30 معناته انه نحن فتنا بالبدانه المفرطه. فهو بيختلف من شخص لشخص، اذا كان عم نحكي عن ذكر او انثى كمان بتفرق نسبه العدل يلي بالجسم، بس نحن لما نيجي نقيم نشوف قديش في عنده نسبه الدهون زايده بالجسم. لما يطلع مؤشر البي ام اي فوق ال 25 نحن هون بدنا نبلش نعالج، بدنا نبلش نعلم الشخص انه ياكل بطريقه صحيه، فما فينا نعطي رقم محدد، هذا بيختلف من شخص لشخص. نعم، في صحي، طيب وفي وزن طبيعي جدا وبيكون صحي مفروض يعني للاهالي ان يعرفوا. خبرينا سوزان، لانه دائما معودين نحن بالوطن العربي انه بنخاف اذا الصبي مثلا بالعائله ضعيف، معودين انه لازم يكون ولد ناصح، ومش صحيح هالحكي، صحيح؟ لا اكيد لا، نحن بهمنا بعالم التغذيه نشوف الجروث شارت يعني الهرم الغذائي لنمو الطفل، اذا لقينا الطفل على الجروث شارت عم ينمى بطريقه مضبوطه بشكل متسلسل ما بيكون عندنا اي مشكله اذا كان هذا الوزن مناسب للطفل. نعم. ابدا ما ضروري انه الطفل يكون ناصح، مهم يكون جسمه صحي، يعني ما يكون عندنا يعني ممكن يجيك ولد ما يكون في نقص غذاء، ما يكون في ممكن يجينا ولد كثير ضعيف بس يكون عنده كثير مشاكل، ممكن يكون عنده كوليسترول، ممكن يكون عنده املاح بالجسم. فابدا الوزن ما بيرتبط بالصحه، بالعكس لازم نحن نركز على الغذاء تبع الطفل ونبعدهم قدر المستطاع عن السكر والمهول اللي بياخذوها الاطفال بشكل كبير. الموضوع سوء التغذيه هو بعيد طبعا كل البعد عن الوراثه، ولكن حالات السمنه التي نتحدث عنها هل من نسبه فيها هي وراثة؟ هلا بالحالتين ممكن يكون الوراثة إلها دور كبير، ممكن نقول 30% الجينات، جينات الشخص. مثلا إذا أنا جاي من عائلة الأم والأب عندهم بدانة مفرطة، الأغلبية 60% يجي الطفل بيعاني من البدانة والعكس صحيح. بس مش شرط،
بس مش شرط. أها بس نحن لازم ننتبه انه العائله اللي عندها بدانه او عندها سوء تغذيه ممكن هذا الطفل يكون عنده اكثر احتماليه انه ينصاب فيها، فببلش الاهتمام من صغره وببلش نهتم للعنصر الغذائي تبعه من عمر بكير كثير، بس منا شرط، بس ممكن يكون له برسنتج معين 30%. شكرا جزيلا لك من دبي سوزان ابو عز الدين اخصائيه تغذيه، شكرا، اهلا وسهلا فيكي.